السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. بزيارة عاشوراء نرقى إلى مستوى فهم إيماني وعقائدي للنهضة الحسينية، ونستلهم في المقاطع السامية لهذه الزيارة الربانية التي تمتد جذورها في عمق التوحيد وتترشح من شفاه الولاية، نستلهم مبادئ العقيدة لمولانا الإمام الحسين عليه السلام، فنفهم الرسالة والولاية، ونمزج الإحساس بالحماس، ونتعرف على الدماء الإلهية، ونعظمه ونحن نسلم، إذ السلام يمثل عطر ذكراه في نفوسنا وعليه نردد. كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، ونعاود الوقوف عند مبدأ ومقصد عاشوراء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج النهر المنهمر، ولنا فيها حديث عن معنى عبارة السلام عليك يا ثار الله وابن ثأره، فكونوا معنا. مشاهدينا، بعد ترديد السلام بصيغة الأربع التي يخاطب الزائر بها الإمام الحسين عليه السلام بالعبودية، يتوجه إليه بالخطاب المباشر قائلا: السلام عليك يا ثار الله وابن ثأره، أي دم الله وابن دم الله. والمعروف بالإضافة اصطلاح يطلق على مثل هذا التركيب اللغوي ثأر الله في اللغة العربية، فكلمة ثأر مضافة ولفظ جلالة الله مضاف إليه، كما أن لتركيب الإضافة هذا في اللغة العربية معاني مختلفة، منها إضفاء الفخر والشرف على المضاف، مع الزميل علاء الأنباري. وفي مثل هذا التركيب الذي يسمى بإضافة التشريف، يكتسب المضاف الشرف والفخر من المضاف إليه، فمثلا يعتبر التركيب بيت الله إضافة تشريف، لأن الله تبارك وتعالى ليس لديه في الواقع بيت، لأنه ليس بجسم حتى يضمه مكان ما، وإنما نفهم الطرف المقابل أن البيت الكائن في أرض الحجاز ومدينة مكة المكرمة ازدان بالشرف والرفعة لانتسابه إلى الله جل وعلا بعد أن رفعت قواعده بأمر منه تعالى، وطاف حوله أنبياؤه عليهم السلام وأدوا شعائر العبادة بجانبه. مشاهدين الكرام، أن الإضافة في تركيب ثار الله هي إضافة تشريف، فهو دم مقدس، وهذا الشرف والقدسية متآتية من العلاقة التي تربط صاحب هذا الدم بالله تعالى، وأن لدم سيد الشهداء عليه السلام أهمية وعظمة وحرمة خاصة لدى رب العزة خاصة، وأن دم أبي عبد الله الحسين عليه السلام أبي الأئمة عليه السلام دم أريق على الأرض في ذروة الإخلاص لله تعالى، بل سارت الحياة في دين الله تعالى بواسطة هذا الدم المقدس، وببركاته جرت المعنويات في شريان العالم، وأن دم الإمام الحسين عليه السلام ليجري في عروق الإسلام إلى يوم القيامة، وقد ظل الإسلام نابضاً بالحياة مع اسم الإمام الحسين عليه السلام ومجلس عزاء. كما أن هناك معاني أخرى قيلت في شرح عبارة ثأر الله، منها مع الزميل علاء الأنباري. أنه الدم الذي سينتقم له الله تعالى، ومنشأ هذا القول يعود إلى سنة اعتمدتها القبائل العربية بشأن الانتقام لقتيلها، فلو أن شخصا أقدم على قتل آخر من قبيلة لتكفلت هذه القبيلة بالانتقام لدمه، وتظل تحتفظ لنفسها بحق الانتقام إلى حين الاقتصاص من القاتل. وكما هو معروف، فإن هذه السنة اعتمدت بعد ظهور الإسلام على شيء من التعديلات، ووردت في القرآن الكريم تحت عنوان حق القصاص والانتقام لأشخاص عاديين يكون عادة ممن في شأنهم ومنزلتهم، فإن دم سيد الشهداء عليه السلام من القدر والمنزلة
إذ إن الطالب بثأره هي الذات الإلهية المقدسة، وحق الطالب بهذا الدم محفوظ إلى الوقت الذي يأخذه بواسطة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وليس الإمام الحسين عليه السلام وحده من عرف بثأر الله، وإنما والده أمير المؤمنين عليه السلام أيضا. مشاهدينا الكرام، وعند ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يتوجه قبل كل شيء إلى قادة الظلم والجور الذين حلت عليهم اللعنة في زيارة عاشوراء، وينتقم بعد قرون من الانتظار لظلمه ومقتل أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليها السلام وأبنائهما الهداة الميامين عليهم سلام الله أجمعين. بعد أن مررنا على شيء يسير من نهر الإمام الحسين عليه السلام في زيارة عاشوراء، وارتشفنا من عذب نقائه لتورق به غصون أرواحنا وتمتلئ ببهائه ضمائرنا، فهو جمال لا ينتهي، ولكن حلقتنا لهذا اليوم ها هي قد انتهت. نلتقيكم في الحلقة القادمة، فإلى ذلك نستودعكم في حفظ الله وأمنه ورعايته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله.